متمسكون بسلاح العلم ومؤكدون على متابعة مسيرة التفوق مع كل أبناء سوريا، تقدم طلاب وطالبات محافظة درعا لامتحانات شهادة التعليم الأساسي موزعين على 130 مركزا امتحانيا في كل من مدينة درعا ومنطقتي إزرع والصنمين. زيارتنا طبعا للمراكز الامتحانية للتأكد من سلامة سير العملية الامتحانية في الدرجة الأولى، رغم التجهيزات والتحضيرات التي تم تحضيرها لإنجاح هذه العملية. نحن تعداد طلابنا اليوم للتعليم الأساسي 15,095 طالب. الشيء الملفت أنه 8,000 من المناطق الساخنة، يعني أكثر من 50% من المناطق الساخنة، وكله تم تأمينه ذهابا وإيابا بوسائط نقل جماعية. قسم منه ظل هون. عندنا 130 مركز للتعليم الأساسي، تم تأمين 3 مدارس، مراكز إيواء مؤقتة وليس إيواء إقامة، واحد بإزرع، واحد بالصنمين، واحد بدرعا، بالتنسيق ما بين مديرية التربية والحزب وما بين المحافظة، هو تأمين الطعام والشراب والملبس والساعات أو جلسات علمية. مجرد وصول 8,000 طالب من المناطق الساخنة باتجاه المناطق الآمنة هو دليل على لا يمكن أن ينتمي هذا الشعب إلا لتلك الدولة. فالدولة قائمة وشرفاء حوران على الأرض موجودين، ونحن إن شاء الله منتصر شعبنا الشريف بهمة جيشنا. تم تحضير كافة المراكز الامتحانية في محافظة درعا وتم توزيع الطلاب عليها، وجميعها كانت في المناطق الآمنة، حيث بلغ عدد التلاميذ المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي لهذا اليوم 15,095 تلميذ، وزعوا على 130 مركز في مدينة درعا. كانت لنا عدة لقاءات واجتماعات، الهدف من هذه اللقاءات كانت هي تسهيل وليونة العملية التربوية أمام طلابنا، خاصة طلابنا الموجودين بالأماكن الساخنة. الحمد لله سهلة. شو المادة الامتحان اليوم؟ اجتماعيات. سهلة ومريحة يعني. أجواء مريحة وتسهيلات متعددة قدمتها المحافظة ووحدات الجيش العربي السوري للطلاب القادمين من المناطق الساخنة، وأمنت وصولهم إلى الامتحانات، حيث عملت المحافظة على تأمين كل مستلزماتهم.